اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره الاساتذه، الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذنا؟ ازيك كابتن؟ اخبارك يا حبيبي؟ كله تمام. الاستاذ محمد جمال. ازيك يا جيمي؟ كله كويس الحمد لله. ابو علم، سؤالي مهم جدا وهسال حضراتكم الاول في رايكم، هو ده السؤال النهارده الترند، رايكم في رضا سليم، بعد كده اسالكم بقى في بقيه الامور. رضا سليم صفقه مهمه جدا للنادي الاهلي، بتؤكد ان النادي الاهلي بيشتغل بنظام مؤسسي، اللي هو انا بشتغل بجيب احتياجاتي، مش قصص مكايده ان انا مجرد بدور على صفقه، ان انا بشتغل نظام عايز ادخل في اللاعب ده عشان في نادي داخل فيه. لا، انا بدور على الاحتياجات الفنيه، بتكلم في لاعب عنده 23 سنه، الراجل حدد مثلا، مستر كولر حدد ان انا عايز لاعب طرف، لاعب جناح، فكان حط مثلا لجنه السكاوتنج مع لجنه التخطيط مع كابتن محمود الخطيب، حط مجموعه من الاسماء، خمس اسماء، رقم واحد ليه، وكمان كابتن هاني رمزي طلع اتكلم في الموضوع ده، قال لك رقم واحد لان احنا رضا سليم الماتشات السنه بتاعته كويسه جدا، الارقام بتاعته كويسه جدا، رقم ثلاثه كمان سنه صغير، ده بيفرق مستقبلا معاك، فانت بتحط الخريطه وبتتبع الاسلوب العلمي في الشغل، فدي صفقه مش جزئيه ان انا داخل مثلا نادي فازايد عليه واخليها مثلا كذا عشان مجرد المزايده، لا، الاهلي بيشتغل بالنظام الفني، صفقه مهمه جدا 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 للنادي الاهلي، والنادي الاهلي بيشتغل على الصفقات بتاعته بس، ودي حاجه بالظبط كده، ما بيروحش سواء بسكت. امام على فكره او حتى رضا سليم، لانه يعني انا اتكلمت لانه الموضوع ده انا يعني بيستفزني جدا جدا الحقيقه، لانه دايما يقول لك ايه، اصله الاهلي جايب امام عاشور عشان يكيد في جمهور الزمالك. انا ومين اللي بيكيد في مين يا كابتن؟ لما في صفقه انت خلاص خلصتها او شبه بتخلصها ومعلن دلوقتي، احنا في العالم دلوقتي ما بقيش في جزئيه اني خلاص، يعني من 15 يوم الصحافه المغربيه وهنا كله عارف، واحد مسؤول حتى انا بس بعد اذنك في سين مسافر المغرب اخر 48 ساعه عشان يدخل يعلق عليك الصفقه، لولا انت كنت مخلص كل حاجه مع الجيش الملكي وبس مجرد رتوش صغيره راح تعلق عليك، وهو مين اللي داخل، مين اللي بياخد مكايده، ومين اللي بيزايد، ومين اللي بيعمل، هو ده الكلام. على فكره انا اقصد ممدوح عيد عشان ما حدش يروح لدماغه الحاجه الثانيه، يعني هو اللي سافر المغرب فلان، عشان ما حدش يقول مثلا ان انا اقصد كابتن احمد حسام ميدو خالص، انا بتكلم في واقعه واحد سافر المغرب والصور بتاعته نزلت، الاهلي بيشتغل نظام فني، انا عايز اللاعب ده فبشتغل عليه، زي ما احتجت امام عاشور عشان حمدي فتحي كان طالع خلاص جات له عرض، فحددت الاولاد بتاعتي امام عاشور، لا فكرت فيه انه زمالك ولا فكرت فيه انه بيراميدز ولا فكرت فيه اي حاجه، حطيت احتياجاتي الفنيه ورقم واحد امام عاشور. لا وعلى فكره مفيش مانع، مفيش مانع من ايه؟ مفيش مانع من لعبه التفاوض، لعبه مفتوحه للجميع. ده لو انت محتاجه يا كابتن. لا ما انا لو محتاجه طبعا طبعا، لا ما اقصدش طبعا، من المفترض ان انا بتعامل يعني ما اعرفش اقول لما يبقى عندك كده. سبعه وانت جايب واحد ثمانيه وبتفاوض واحد يبقى تسعه، هتروح تجيبه تعمل بيه ايه؟ لكن انا مش من عندي واحد، بجيب واحد مكانه، هو ده الموضوع، انا بجيب احتياجي. لا انا بتكلم ان التفاوض جائز، حقك على فكره، حقك يعني طبعًا. انا ممكن انا نادي الاهلي بتفاوض ونادي عبد الحكيم ابو علم بيتفاوض ونادي محمد جمال بيتفاوض، فانت من حقك تتفاوض، واللاعب هو في الاخر او طريقه التفاوض بتاعتي هي اللي تخلي اللاعب تيجي، لكن مش رايح الموضوع خلص علي عليك واعمل عليك وبتاع عشان هو ده اللي حصل يا كابتن. انا بتكلم في جزئيه طب ده غلط، انا بقول ده غلط، ان النادي الاهلي بيشتغل، والدليل ان انا بشتغل على الاحتياجات الفنيه بس، ما بشتغلش على حته ان انا بروح لجزئيه كذا، الصفقه دي كذا اخرها كذا في النظام الشغل بتاع كذا، ما بدخلش في صفقتك الا لو انا محتاجها فنيا، يعني لو مدربي شغال عليها من فتره فمحتاجها فنيا، مش داخل اعلق عليك. كل الناس عارفه ان بيراميدز مش محتاج رضا سليم، كل الناس بدون استثناء عارفه الكلام ده، لكن انت داخل ليه؟ نظام مكايده، نظام ان انت مجرد بس بتدخل تضايق الاهلي، مش اكتر من كده. يعني طبعا دي وجهه نظر انا على فكره، وجهه نظر دي وجهه نظر، وتحمل مسؤوليتها بالزبط. داخل يكايد على النادي الاهلي زاد عليه الموضوع، الاهلي بيشتغل فني وانت بتشتغل في سكه ثانيه. محمد بص يا كابتن، اولا طبعا اكيد صفقه مهمه جدا، صفقه مميزه، اتكلم على لعيب من 2019 لحد دلوقتي اساسي في الجيش الملكي المغربي، يمكن لعيب سنه صغير 23 سنه، ولكن في خمس سنين واحد بيلعب 115 مباراه مساهم في 58 جول، فده رقم كبير جدا جدا جدا، هو مساهم فيه 58 جول من اهداف الجيش الملكي، كمان قدر ان هو السنه دي يبقى فريق متوج ببطوله الدوري بعد غياب سنوات، هو يكون عنصر مؤثر واساسي في الفريق، يكون مسجل 13 هدف ومساهم في صناعه 14 هدف. بص حتى كابتن الادوار الفنيه في الملعب هتلاقيها كلها بتناسب مارسيل كولر، اللعيب الجناح اليمين اللي بيعرف كمان يلعب جناح شمال، كمان بيعرف يجي بيجيب كوره من وسط الملعب، بيقدر يطلع من وسط الملعب، بيعمل زياده عدديه، بيعمل ضربات ثابته عنده مميزه جدا جدا جدا، يمكن اغلب اهدافه ضربات جزاء وضربات ثابته، ده يقول لك قد ايه ان هو لعيب يقدر يفيد كولر. النادي الاهلي بيبص فنيا، بيشوف هو محتاج ايه الفتره اللي فاتت وبيقدر يحققه، احنا بنتكلم على
قصه ان انت بتتعاقد مع صفقات تقيله، انت بتتكلم امام عاشور لعيب تقيل، لعيب اساسي في منتخب مصر و25 سنه، فبص على رضا سليم هو جوهره دلوقتي الكره المغربيه، ثاني لعيب كقيمه تسويقيه في الدوري المغربي بعد يحيى عطيه الله باك ليفت طبعا الوداد المغربي، فانت بتتكلم على لعيب مؤثر في المغرب، لعيب اساسي ولعيب رائع، لعيب كمان جاي، لعيب مستقبل، فانت بتتكلم على اثنين لعيبه هيفيدوك فنيا، انت بتتكلم على يعني مين ممكن كلاعب يرفض النادي الاهلي، انت بتتكلم على لعيب على نادي رايح دوري ابطال افريقيا، هو بطل دوري الابطال ثلاث مرات في اخر اربع سنين، هيلعب في كاس عالم انديه، هيلعب في كاس عالم انديه في 25، لو كسب دوري الابطال السنه دي كمان يشارك في 24، فانت بتتكلم على بطولات كبيره جدا بالنسبه لك هتشارك فيها، بيحقق كل البطولات المحليه، بطوله السوبر طبعا او الدوري الافريقي الممتاز، فانت بتتكلم على عدد كبير جدا من البطولات، انت محتاج اكبر عدد من اللعيبه اللي يكونوا مناسبين بالنسبه للعيبتك، يكونوا لعيبه فئه اولى، انت بتتكلم على حمدي فتحي رحل من عندك برقم كبير جدا، قدرت انك تعوضه بلعيب اساسي في منتخب مصر وامام عاشور، هو انت ما جبتوش يعني انا بتفق مع استاذ عبد الحكيم اللي هو مكايده، انت بتجيب لعيب اساسي في منتخب مصر اللي هو لعيب يناسب النادي الاهلي، انت بتجيب لعيب اساسي في المنتخب لعب في خبرات قبل كده بقى له خمس ست سنين موجود في الدوري الممتاز، بيلعب في نادي جماهيري بيقدر ان هو اكيد يتحمل ضغوط وضغوط منتخب مصر، لعب فاينل امم افريقيا، لعب باك رايت، فانت بتتكلم على لعيبه تقدر تديك فنيا في الفتره الجايه، مش محتاج بقى وقت تتاقلم، مش محتاجه وقت تدخل في انك انت تقول لا اصلح للنادي الاهلي، ممكن جماهيريه النادي الاهلي ضغوط الجماهير، لا انا بشوف النادي الاهلي بصراحه مقدم ميركاتو كويس، ميركاتو رائع، هو قادر يختار الصفقات اللي محتاجها مديره الفني، لان انا بشوف ان كان الاختيار من الاول لكولر هو صفقه الموسم، ثم اختيار كولر انه يرفض تماما اي تعاقدات الفتره الاول ما جه للنادي الاهلي وياجلها لما بعد ما يعرف بقى امكانيات اللعيبه اللي معاه بالظبط، لما يعرف بقى امكانيات اللعيبه اللي معاه، دلوقتي احنا شفنا اللعيبه اللي معاه اصلا بقت صفقات، بتتكلم على بيرستاو، بتتكلم على عوده رامي ربيعه، بتتكلم على عوده الشهاب، مين وتهاجم الاستاذ عادل كويه وتهاجم وقتها، قلت الاستشفاء ان انت تدي اللعيبه راحه ودي الصفقات 13 صفقه والله ساعتها انت ريحتهم، دلوقتي انت خدت الناتج بتاعك خمس بطولات في 10 شهور، انت بتتكلم على مده زمنيه قليله جدا، لازم يريحوا تاني، لازم ال 20 هياخد ثلاث اسابيع، لازم يريحوا ثلاث اسابيع، ده كويس جدا واعتقد يفيدوك الفتره الجايه، اربعه اليوم تقريبا 24 ولم يتم الاعلان حتى الان اعتقد ولا اعلنوا، لا احنا بقى صحفيين، لا يعني مصادر احنا صحفيين، لا لا انا بقصد ان ما اللي انا عارفه انه هو اخر حاجه اعلنها ان هم راحوا ثلاث ايام طبعا قبل ماتش المصري، بس بعد المصري خلاص هيريح في علم كرة القدم الآن، الراحة زيها زي المجهود البدني الكبير يعني. على فكرة احنا صحفيين برضه كابتن، هقول لك معلومة، الراجل قال لهم كده بالنص، كولر احنا شغلنا صحفيين، قال لهم انا عارف كويس جدا ان انتم بتشوفوش عائلتكم، عارف كويس جدا ان انتم عندكم ملل وزهق، والموسم من شهر 9 اللي عدت بدينا لحد دخلنا دينا في شهر 8 11 شهر، الكلام ده مش موجود في اي حتة، انك تلعب 11 شهر متصلة في عدد بطولات كبيره وبتتنقل بين دول كتير وبتلعب الموسم الجديد هيعمل ايه، فمحتاج محتاج ثلاث اسابيع تفصل، وقال لهم كده فعلا يعني، حتى مع الناس اللي كانت بتنتقد الاداء قدام الداخليه، الراجل وجهه نظره شايف ان اللعيبه اللي قدامه مش قادره كتر خير، طبعا 11 شهر متصل في 7-8 بطولات ومع منتخبات بلدهم وسفر وبتاع، فالراجل نفسه قال لهم كده، امال هيعمل ايه سريع على رايك السنه اللي جايه؟ الموسم الجاي ارتباطاتها كابتن كبيره جدا، واغلب لعيبه النادي الاهلي طبيعي هتكون مع المنتخبات، وراهم امكان وراهم حاجات كتير جدا، بس عايز اقول حاجه، يمكن كولر في المؤتمر عجبني كمان كلامه او توجيهه للجماهير او بعض النقاد في حته ان هم بينتقدوه في قصه التغييرات وفي قصه تغيير اللاعبين واللعب بالاساسيين، هو الراجل اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال انا مش عارف ليه بيتم انتقادي في ده، طبيعي جدا انا باخد كل مباراه على حده، باخد كل مباراه انا عاوز افوز بيها، مش شرط مين يلعب، انا اي لعيب يلعب بالنسبه لي لعيب مهم، وانا على فكره يا كابتن انا بشوف ان دايما مميز جدا انك تلعب بتشكيلتك الاساسيه، ممكن مش كلها في بعض الماتشات مش كلها، ولكن هو محتاج يا كابتن يكسب، محتاج يكسب الداخليه، لو ما كانش كسب في الداخليه ما كانش هيكمل في كاس مصر، صح، لو والمفاجات وارده في كره القدم، مفيش كره قدم غير مفاجات، وكاس تحديدا انت لو كنت يعني الجول للداخليه كان يغير لك مجرى المباراه، المباراه الجايه قدام المصري طبيعي جدا النادي الاهلي هيلعب برده بفريقه الكامل، انه عاوز يكسب اول مباراه لعلي ماهر بقى في المصري، وعاوز يبين لجمهور النادي المصري عايز يلعب بشكل كويس، طبيعي جدا مهم بالنسبه لك عشان تختم الموسم بتاعك، رايح للموسم الجديد محقق كل اهدافك، واصل لنص نهائي كاس مصر اللي هو اللي هيتلعب لسه في شهر 9 قبل بطوله كاس سوبر مصر للابطال، فانت بتتكلم على هو محقق انجازات كلها مع النادي الاهلي، محقق كل التارجت بتاعه، فبشوف ان كمان النادي الاهلي بيكافئه بقصه الصفقات اللي هو محتاجها، واللي يعني التكتيم دلوقتي على الصفقات ما بقاش طبعا زي الاول بسبب الاعلام طبعا بقت صعبه، ولكن برضه يا كابتن الهدوء في كل الضغوطات دي كلها، وان اللعيب اسمه بتعرفه، والهدوء وانك اللعيب مقتنع اقتناع تام ان هو يجي النادي الاهلي، ده بيبقى شيء كويس جدا. عبد الحكيم برضو عايز اسالك عن كاس السوبر للابطال، وشراكه رائعه الحقيقه ما بين الشركة المتحدة ومجلس أبو ظبي. بصراحة كمان أنا عرفت كده يعني هي فكرة رائعة، يعني تبقى أربع سنين تمام بتجدد تعاقد،
انت كان بتستضيف البطوله، وكمان الارباح الماليه بتاعتها كويسه جدا لكل الاطراف، لكل الاطراف، لكل الاطراف. يعني كل الاطراف مستفيده، مجلس ابو ظبي طبعا الدوله المستضيفه، هم ناس اخواتنا وتملي يعني موجودين معانا في كل حاجه. بس انا الحاجه الوحيده بس اللي انا الميعاد، يعني بعد السنه دي كمان هيبقى صعب الميعاد. الميعاد اللي اتقال مش منطقي اصلا، نص ال 10 ايام الاخيره من اكتوبر ده فتره النادي الاهلي في الدوري الافريقي، ده تم اعلانه على فكره خلاص يعني هيعلن بشكل رسمي خلال الايام. فالفتره دي بالنسبه لك انت بتتكلم في الميعاد الوحيد المناسب هو 1 ل 8 اكتوبر، اي ميعاد تاني غير دول هيبقى صعب جدا انك تلعب البطوله في اي توقيت تختاره من 1 ل 8 اكتوبر. ده الميعاد الوحيد، غير كده مفيش. خلي بالك لازم تكون خلصت كاس مصر. بص يا كابتن ربما كاس مصر كده كده يخلص كاس مصر، واجنده دوليه في شهر 9 وبدايه الدوري، ثم من 1 ل 8 بعد كده اجنده دوليه، بعد كده من النادي الاهلي هيلعب في الدوري الافريقي، بعد كده تروح في 11 اجنده دوليه، بعد كده تدخل تجمع منتخب 10 كمان في اجنده دوليه. اه 10 اه فيها مباراتين 10 من يوم من يوم 10 اكتوبر بالظبط لحد يوم 20 اللي هو الاهلي هيبدا بعد يوم 20 الدوري الافريقي من يوم 20 ل 11 نوفمبر، 11 نوفمبر بعدها بالظبط يوم 14 او 15 اجنده دوليه مظبوط مظبوط لحد نهايه الشهر. بعدين النادي الاهلي يروح كاس العالم للانديه، بعدها تجمع منتخب امم افريقيا، بعد كده تجمع المنتخب الامم افريقيا. يعني احنا ممكن النادي الاهلي ما نشوفوش في الدوري العام المصري الا في فبراير. لا هتلعب 4 مباريات، يعني 3 4 مباريات هتلعب في فبراير بس. اه وتلعب بعد بطوله امم افريقيا. بص يا كابتن هو مستني دلوقتي، يعني المعلومات اللي عندي اللي هو الاستاذ عامر حسين مستني الكاف بقى يعلن المواعيد بشكل تام بشكل كامل لكل الكلام ده، وكمان السوبر الافريقي، لان قصه السوبر الافريقي شكله لغايه فبراير مش هيتلعب. بص يا كابتن لا لا النص الثاني المفروض في النص الثاني من 9 يعني. بس هو ده اللي هيحدد بشكل كبير جدا اقامه البطوله في مواعيد معينه. من سبتمبر ازاي يا جماعه؟ اذا كان هناك هيحصل من يوم 15 16 17، ده ماتش الاولاني في دور ال 32 في دوري ابطال افريقيا صح؟ مظبوط. الماتش الثاني هيبقى بعدها ب 10 ايام اعتقد، بعدها باسبوع او بعدها باسبوع. هو مستني كابتن كل الجدول يروح له بحيث ان هو بقى يحدد المواعيد ويعلنها بشكل رسمي، ولكن فعلا الموعد اللي كان متحدد او مقترح هو في اكتوبر. امتى في اكتوبر؟ احنا لسه مش عارفين فعلا، ما فيش وقت بقى غير من 1 ل 30 اكتوبر. لا ما فيش. بس ده سؤال مهم جدا حضرتك قلته يا كابتن. اذا كان الكاف نفسه مش عارف مش عارف يحدد بطولات، مش عارف يحدد. انت هتحدد على بناء على ايه يعني؟ يعني بجد والله العظيم احنا وصلنا لمرحله الاتحاد القاري انت هنا قاعد مستني ماتش سوبر، عارف مش عارف تعمل ايه. جه في يوم من الايام حطيت كاس العالم للانديه في نفس وقت اجنده المنتخب في امم افريقيا صح، وتلعب ده وتلعب ده وتلعب ده، والنادي الاهلي اللي اضير صح. البطوله دي تحديدا النادي الاهلي لو لعب بقوام الرئيسي من اول مره وكانتش اللعبه جايه مرهقه كان ممكن وصل فاينل. اتفق صح بجد، يمكن دي النسخه الوحيده اللي الاهلي كان ممكن يوصل فاينل بشكل رهيب. فاذا كان اتحاد القاره مش عارف يحدد، طب احنا هنوصل لحد فين؟ يعني انا كان معايا الزملاء امبارح احمد ثابت وكريم قالوا لي نعم عرضوا القيمه 150 يوم فقط هم اللي فاضيين تقدر تعمل فيهم الدوري العام، والدوري 34 جوله الدوري العام 34 جوله لو هيتعمل يعني بتاع لو هيتلعب 34 وكاس مصر القديم اللي قبل النهائي نص النهائي والنهائي وكاس مصر الجديد في وكاس الرابطه. بس كابتن كاس الرابطه يعني ميعادها خلصان بشكل كبير جدا، هتلعب وقت امم افريقيا وقت امم افريقيا، فده هتلعب بشكل طبيعي صح. كاس مصر برضو خلينا متفقين 3 ماتشات فهتتعمل، يعني 3 ماتشات هتتعمل بشكل سريع. 3 ماتشات هتتعمل ماتشين هتتعمل، لكن وخباك انت لازم تعمل كاس مصر طبيعي قبل كاس السوبر الابطال. لا وكاس مصر هتتلعب على ما اعتقد قبل الدوري عشان فيتوريا. انهي كاس مصر؟ رافض القديم القديم اللي انت بتلعب فيتوريا عايز وقت، ما فيتوريا عايز وقت برضه. الموضوع ده محتاج ناس كتيرة جدا تقعد تحط خريطة وتمسك ورقة وقلم وبتاع وحاجة كبيرة جدا. عشان كده أنا دايما والله العظيم بجد أنا دايما بعذر الحاج عامر حسين، بشوف إن هو بيعمل حاجات يعني يا جماعة مش بإيديه، يعني هيعمل إيه؟ بص يا كابتن هو الموضوع السنة الجاية لما تيجي تحسب تلاقيهم 154 ماتش سوري 154 يوم ولا 150 يوم هتحط فيهم كل ده في 360 من 360 طب في السنة. والناس بتعذر لعيبة الأهلي؟ لا ما حدش بيعذر لعيبة الأهلي يعني. لا جمهور الاهلي بيعذرهم طبعا. لا انا مش بتكلم عن الجمهور. طيب ما هو انت يهمك ايه جمهورك؟ لا يا كابتن يا كابتن اصل بص اقول لك على حاجه، الجمهور من حقه ينتقدك ومن حقه يشيد بيك طبعا، ومن حقه يعمل اللي هو عايزه طبعا. فالجمهور تمل بره المعضله ماشي. خلينا نتكلم في الاطار العام بتاع المنظومه، الناس كلها بتقطع في لعيبه الاهلي اخر ماتشين. طب يا جماعه حد فيكم كلف نفسه بص الناس دي لعبت فين وراحت فين وجت فين وعملت ايه؟ احنا مش بندافع عن لعيبه الاهلي، بس امسك خريطه ورقه وقلم. انا مش هقول لك لعبوا كام ماتش، شوف زاروا كام دوله وكم بلد، لا ولعبوا كم ماتش ولعبوا كم استاد ولعبوا في كم استاد وكم مدينه وفي اجواء ايه، وضغط عصبي كبير جدا جدا ونفسه انك تطلع من البطوله تهيئ نفسك لبطوله ثانيه. هم منتخب بلدك يعني مش استاد يروح جنوب افريقيا يرجع لك على القاهره يلعب مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا، بعد كده يرجع جنوب افريقيا يروح مش عارف جنوب افريقيا صحيح يعني حاجه معضله. الراجل جاي من جنوب افريقيا مره يا كابتن
اتمرن تمرينه واحده مع الاهلي، تمرينه واحده بس ولعب. طب هل حد فيكم يا جماعه قال اللعيبه دي كذا؟ لا بالعكس، ده كله بيقول لك ان الاهلي بيجامل او بيتم مجاملته في عدد ماتشات بيقول لك في عدد ماتشات وانه بيلعب ماتشات لان الاهلي هو وفقا، على الرغم من ان الاهلي عندما يتكلم هو بيتكلم وفقا للائحه، انا اللائحه اتفقت عليها من اول السنه ان انا العب يومين والتالت مباراه، يومين والتالت مباراه. الاهلي بيلتزم بهذا. الاتحاد هيقعد في العالم، مفيش نادي في العالم يا كابتن لعب ضغط مباريات في العالم. احنا في قلنا العالم. صح لا ده كمان حته، انا مش بتكلم على عدد المباريات، ضغط مباريات انك تلعب كل ثلاث ايام ماتش ورا بعض ورا بعض ما بتحصلش. ما بتحصلش يعني، حصلت في ثلاث سنين الاهلي يلعب 11 مباراه في 33 يوم. صح. هات لي فريق السنه اللي فاتت والسنه دي والسنه اللي قبلها واللي قبلها. هات لي فريق في العالم لعب الكميه دي، مش عدد ماتشات طول السيزون، لا انا بتكلم على انك بتلعب 11 مباراه في 33 يوم. اتحدى ان حد يطلع يقول من كل اللي بيتكلم يقول الرقم ده. ولو في جهاز فني يعني، انا اشفق على كولر والناس اللي معاه، الناس دي بتشتغل ازاي. وهنا برضه يا جيمي كان فيتوريا اعتقد انتقد. بص يا كابتن، هو اللي انا علمته يعني فيتوريا اكيد متضايق من الموضوع ده، بس الموضوع ده ما خلاهوش يعني عاوز يرحل، يعني ما خلاهوش عاوز يقول انا هرحل عن منتخب مصر بدليل العروض اللي بيجي له، الراجل بيرفضها. يعني معلوماتي طبعا بعيد عن عرض اهلي جده اللي اتعرف، هو كان عنده عروض قبل كده، عرض من الامارات وعرض من النادي البرازيلي وكذا عرض، وارقام على فكره عاليه وكويسه، ولكن هو الراجل مقتنع ان هو لسه ما عملش حاجه مع منتخب مصر يخليه يرحل في الوقت ده. انا مش بتكلم هنا، انا بتكلم على انه انتقد. ما انا جالك بقى انتقد الوقت، وان اللعيبه بتلعب لحد شهر، لا وحاجه ثانيه، وان اللعيبه كمان لحد بتلعب لحد شهر 8. فانت بتتكلم لحد شهر 8، وبعدين توقيت امم افريقيا، هو اتكلم في 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 الصحافه الانجليزيه على صلاح وعلى الموضوع بتاع امم افريقيا، واتكلم في القصه دي وقال هو ليه امم افريقيا في نص الموسم. خلي بالك برضه يا كابتن، انت صلاح لما يجي لك من ليفربول دي مشكله، ودايما بتبقى مشكله، بطوله رسميه وبطوله مهمه جدا وكل حاجه، واللعيبه دايما بتروحها، بس في نفس التوقيت انت بتغيبه عن ليفربول عدد ماتشات خمسه لو بالظبط، والنادي بيتكلم والنادي بيبقى خايف عليه، ولو اللعيب جاله مصاب بيبقى مشكله كبيره جدا. واتكلم ليه ما تبقاش نهايه الموسم، واحنا شفناها قبل كده لما اتلعبت في 6 في 6 و7 في مصر في 2019. ليه رجعنا تاني يناير وفبراير؟ برده انا مش عارف، برده كابتن بتيجي في وسط الموسم واللعيبه بتبقى مجهده بالنسبه لنا احنا كلعيبه مصريه. انت بتتكلم على لعيبه هتكون خلصت في 8، هتاخد 3 اسابيع اللي هم في شهر اغسطس، وترجع تاني تلعب 9 10 11 12 1 وبدوافع مختلفه. انت بتتكلم على لعيبه النادي الاهلي مثلا، خلصت السوبر الافريقي عندها دافع اللي هو الدوري الافريقي، خلصت عندها دافع كاس السوبر المصري الابطال، خلصت هتخش في منتخب مصر، اي لعيب رايح منتخب مصر طبيعي جدا عايز يوصل كاس عالم، والبدايه في 11، قبلها عايز يظهر قدام الراجل بشكل كويس في اثيوبيا وتونس، بعدها برضه هيدخل في كاس افريقيا واستعداد. فانت بتتكلم على ضغط عصبي وتفكير كتير جدا، ودوافع لازم تتجدد بشكل كبير جدا في ارتباطات. انا بشوف ان الجلسه اللي جايه من اتحاد الكوره والرابطه مع الانديه، ودي هتحصل الفتره الجايه، لازم يتكلموا في كل المواضيع دي وياخدوا قرار هم شايفينه انه الانسب. الانديه بتروح ساعات الاجتماع ده واستاذ حكيم عارف بيقولوا ايه، احنا موافقين نلعب كل 3 ايام ماتش بس الدوري يفضل بشكله الطبيعي، وبعدين نرجع احنا نقول يا جماعه ده صعب. لا وبعد كده في ناس من الانديه تطلع تقول انا بلعب كل 3 ايام ماتش. طب ما انتوا كنتوا قاعدين واخترتوا ده وبتقولوا ده وتقولوا انا عايز العب كل 3 ايام. الانسب يا استاذ حكيم انت من وجهه نظرك الانسب ان دي خطوه، كان طبعا احنا مش هنقول لو الخطوه ان تخفض عدد انديه الدوري ودور المحترفين يتعمل، ما حصلش. صح، ودور المحترفين يتعمل ويبقى هو عدد الانديه متفقين فيه، لكن ده ما حصلش. انت دلوقتي حصل دور مجموعتين او انسب حاجه او دور واحد او دور لا بس دور واحد تبقى صعب. عشان بص، في النادي الاهلي مثلا بايع، انا بدي مثال على النادي الاهلي عشان احنا بنتكلم عن النادي، مش بنتكلمش عن نادي تاني. النادي الاهلي بايع حقوق التسويقيه بتاعته بمبلغ كذا طبقا لكذا لمده 4 سنين. فما تجيش تيجي تضيرني في دخلي، وانت عارف دلوقتي الظروف الماليه الاقتصاديه الدنيا صعبه جدا، لكن لما تلعب دوري من دورين دوري مجموعتين هتكمل عدد المباريات يعني. مش عدد المباريات بس، اقل شويه، اقل 4 أو 6 مباريات بس، لكن لما تيجي تلعبه دور واحد بس نصه هيبقى بره ارضك، مش هينفع يحط اعلاناته ولا حاجاته. فانت كده بتضير الانديه زي النادي الاهلي اللي بياخد رقم كويس من الدخل بتاعه. صح. فالحل الوحيد هو دوري من 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 مجموعتين، ده الحل الوحيد. هيريحك شويه، هيريحك. بس انا بقولها لك يا كابتن، مش هتحصل. احنا ما بنتفقش، احنا ما بنتفقش، مش هتحصل. الناس بتدخل الاجتماع، عارف ايه يا كابتن؟ انا من ليه اريح النادي الاهلي؟ والله العظيم يا كابتن محدش. ما هو ده اللي انا حكيم، ما هو ده اللي انا بقوله دايما يا جماعه. واحد بيقول لك انا جايب لعيب عشان اتعب النادي الاهلي، ما هو طول ما هذا التفكير هو اللي في دماغ الناس هتبقى عندك مشكله. مش انت عارف هيفضل صعب كده، مش دعوه، هتفضل هم انت هتفضلوا تحت. لانه هو انا، طب ما انا افكر في فريقي، انا اعمل ايه كويس، محتاج فريقي كويس يكسب الاهلي ويكسب الزمالك ويكسب الاتحاد. صح ولا ده اللي انا فاهمه يعني؟ مظبوط. لو الناس بتمثل صالح الكره المصريه هتدخل تتكلم، طب يا عم انتوا هتدونا دوري المجموعتين هنعمل ايه؟ طب هنستفيد ايه؟ طب ايه الايجابيات منه؟ طب ايه السلبيات؟ طب ايه الخطط البديله؟ لكن الناس داخله لكن الناس داخله ايه؟
لا انا مش هلعب المجموعتين، انا مش هلعب دوري. اذا كان احنا بقالنا 10 شهور بنتكلم في قصه دوري المحترفين، الانديه لعبت الدوري الممتاز وعارفه ان في دوري محترفين، خلينا نتكلم. لا السنه اللي فاتت قال كده صحيح، وعارفين سنتين قايلين وعارفين ده، والانديه كلها بتعترض لحد دلوقتي، وبكره احنا هنروح الاتحاد رغم عدم كليه الجمعيه العموميه. ففي ما حصلش حاجه في الموضوع ده لغايه دلوقتي، هم في احد الفنادق اللي موجودين في القاهره. هم هناك انا عارف هم عايزين يروحوا بكره اتحاد الكوره، يعني هم قرارهم ان هم بكره عايزين يروحوا اتحاد الكوره يقعدوا جلسه وديه ويبداوا من جديد بقى في اخذ اجراءات جديده للجمعيه العموميه غير عاديه برضه عشان يلغوا دوري المحترفين. هيحصل؟ بص يا كابتن، انا بتوقع نظام كوره قبل يعني ما نرجع لنظام الكوره، هل ده هيحصل؟ لا يا كابتن، بشوف دوري المحترفين هيطبق السنه دي. لا انا بتكلم ده هيحصل، هيروحوا بكره. اللي انا اعرفه ان هم اخر مكالمات اللي انا عارف ان هم هيروحوا بكره اتحاد الكوره، عايزين يقعدوا جلسات وديه مع اتحاد الكوره يتكلموا فيها بشكل عقلاني، ويا جماعه احنا رافضين دوري المحترفين، اتحاد الكوره هيعرض عليهم يا جماعه طب احنا عاملين رعايه كذا للانديه كذا، وانتوا هتاخدوهم في بدايه الموسم هتاخد كذا، وعاملين خطه للموضوع. بعيد عن اي حاجه، انا بشوف يا كابتن دوري المحترفين هو كان لازم يطبق من 10 سنين فاتوا. ده طبيعي جدا. كلنا متفقين على فكره ان دوري المحترفين كان يجب ان يطبق من سنوات كثيره، لانه هو الافضل للكره المصريه، لصالح الكره المصريه. ولكن طب والانديه الشعبيه يا جماعه؟ طب ما هو هيدوهم فلوس. ما هو اذا كنت عندك معلومه ان تم تسويق ولا لا. يا كابتن، انا قلت لك الحلقه اللي قبل اللي عدت، لا في والله الموضوع مسوق تلفزيونيا ورعايه. ما حصلش. لا يا كابتن، في عروض شغاله عاملين مشغلين عليها كابتن، وكلموا مع الانديه بالارقام كمان، وكلموا عن الانديه ب 4 مليون جنيه وبتاع، وفي بعض الانديه الشعبيه طلبت برضه، بيقول له كبدايه 4 يعني مليون. قبل 4 مليون ده انا هبدا معاك. الانديه الشعبيه ردت قالت له طب لا انا عايز 10 مليون. ثانيه واحده بس، ثانيه واحده. انا دلوقتي اتحاد كوره، معلش خلينا نتكلم منطق. انا كاتحاد كوره دلوقتي عليا 27 مليون جنيه الحكام مش عارف ادفعهم، مظبوط؟ ده حقيقي. لغايه دلوقتي ولا 28 مليون جنيه ما اتدفعوش، مظبوط؟ مظبوط. حلو جدا. خلينا نحسبها من الجانب الاخر، انت تقول 4 مليون في 20 ب 80، ادي 80 مليون غير الحكام اللي هياخدوه، قول 20 زيهم، ادي 100 مليون، يعني انا محتاج من الدوري السنه الجايه من دوري المحترفين ده 100 مليون. هل في حد جه طلب الـ او طلب ان هو ياخد عدد مباريات؟ عدد المباريات اللي هتذاعها اصلا تجيب 100 مليون. طب يا كابتن، لا ما هو في عندك رعايه غير بس تلفزيون. طب بالعقل، هو لو ما عندوش اوبشن رعايه او مش موجود اوبشن، هيطلع يتكلم او هيتكلم مع الانديه يقول لهم في فلوس كذا؟ نعم. مش يعني هو مثلا لو ما عندوش في ايده عروض موجوده وارقام، هو يقول لك انا هطبق وخلاص. لا ما فيش الكلام ده، كابتن صعب جدا. صعب انه بيتكلم يا كابتن، بيتكلم في مواعيد كمان استحقاق. الكلام ده لو انا لك مثلا السنه اللي بعديها على اساس ان هو مش موجود، لكن السنه دي هو موجود. ليه؟ السنه دي هو موجود. النادي السنه دي هو موجود بدون تسويق ولا مسوق؟ لا انا بتكلم على المجلس نفسه، مجلس اتحاد الكوره نفسه. لو هو مش موجود اقول لك ماشي، هيقول انا مكسلك. طب هو المشكله هتبقى بتاعتك برضه يعني. لا انا دي معلومه بعيده عن المعلومه، انا بقول لك اني. طب انا بسال سؤال، اللي رافض رافض ليه؟ لا ما بيقولوش رافضين ليه؟ يعني اديني مبرر واحد من طرفه. على فكره اللي رافضين مش انديه شعبيه بالمناسبه، اغلبهم مش انديه شعبيه. اغلبهم انا اتقبل انديه شعبيه. بالظبط. انا برضو اتقبل الانديه الشعبيه، لكن اغلبيه اللي بتاع يتكلموا مش انديه شعبيه. بس كده برضو انا عندي وجهه نظر في قصه الانديه الشعبيه. انا برضو محتاج ان انا اشوف من رئيس النادي الشعبي ان هو عامل برضو مداخل. الكلام ده لطيف وكلنا قلناه وهنشوف والناس من حقها وكل الكلام ده حلو. لا وحاجه تانية ان هو يدخل برضو مداخل ماديه طبعا دي. طبعا. ولكن انا من ضمن المداخيل اللي انا هدخلها الفلوس اللي انت هتديها لي. انا برضو بتكلم مع حضراتكم بالعقل بعيدا عن اي حاجه يا جماعه. انا دلوقتي عندي حد يجيب 100 مليون ولا لا؟ ده سؤال سهل. هل انا عندي دلوقتي اسلام، شركه اسلام الشاطر مثلا تقدر تجيب لي تديني 100 مليون حتى ما بين بس وحقوق رعايه والكلام ده؟ 100 مليون اذا كان مثلا بطوله السوبر اللي هي ثلاث ماتشات جايبه لك 50 مليون. انهي بطوله سوبر اللي هي دوري السوبر اللي احنا نلعبها الدخل بس الاتحاد 50 مليون جنيه؟ حبيبي في فرق ما بين اهلي، مش قصدي حاجه، ولكن انا بتكلم عن القيم التسويقيه لهذه الفرق. اكيد طالما خدوا الخطوه دي يا كابتن اكيد في ايديهم. انا اولا معلومه عندي ان عندهم عروض. انا عندي معلومه اصلا عكس اللي انت بتقولها، ان العروض اللي عندهم ما فيهاش. لا لا انا اعرف عرض. كابتن انا اتكلمت مع رسائل ده كتير جدا وقالوا لهم عروض في فلوس بكام؟ فلوس ما هو على فكره. لا انا ما اعرفش القيم، بس انا ممكن اروح اعرض اقول لك 40، هديك يا عم 50 مليون جنيه. بس يا كابتن انا بالعقل انا هسوق 20 نادي كام بطوله؟ سيبك حتى من بس التلفزيون، طلعوا بره المعضله خالص. خلينا نتكلم. خلينا نتكلم في الرعايه بتاعت الماتشات والفانيلات والكلام ده كله. تعمل لك كام يعني رعايه؟ لا يا كابتن انت بتتكلم في 20 فريق على التيشيرتات وفي اعلانات الملاعب، بتعمل ازاي؟ بتعمل كتير يا كابتن. ماشي. ادينا عموما اتمنى طبعا ان ده يحصل، اتمنى ان كل ده ياخد مش خمسه مش اربعه، ولكن انا بتكلم بالعقل يعني. الشعبيه دلوقتي عايز 10. احنا المهم عايز 10 صحيح. الشعبيه عايز 10. اللي بيعترض بعيد عن الانديه الشعبيه، قول لي مبررك، طلع الانديه الشعبيه بره الموضوع، قول لي مبرر اللي مش نادي شعبي بيعترض عليه. طيب اذا كان كل حاجه، كل خطوه، انا مش بتكلم مع اتحاد الكره على فكره، في كل المجالات الرياضه، في كل مجالات الرياضه، كل ما حد عايز يعمل مشروع، كل ما حد عايز يعمل حاجه، كل ما حد عايز يعمل فكره، اعمل جمعيه عموميه ومش عارف مين، ووقف الدنيا.
طب هو في ده في نظام هتتطور امتى؟ بس برضو انا بشوف ان برضو كان المفترض ان الموضوع ده من بدايته خالص ما يوصلش المرحله دي، كان لازم اتحاد الكوره يقعد مع طبعا الانديه طبعا انا يتكلم معاهم، لكن هو قصه ان انا اسيبهم 10 شهور وبعد كده ارجع دلوقتي اقول له. وخلي بالك برضو في حاجه يا استاذ حكيم، يعني ما ينفعش اقعد مع الانديه في اجتماع، ودي حقيقه لازم اقولها يعني، ودي اتقالت لنا كلنا، واقول لهم خلاص يا جماعه طالما ده اللي هيرضيكم احنا نلغي دوري المحترفين والانديه تعلن ده، بعد ما ارجع تاني يبقى الدوري المحترفين يا جماعه قائم، احنا ما قلناش كده. لا وما ينفعش عضو مجلس اداره مع احترامي ليه ان هو يتخانق مع رئيس النادي، ما ينفعش. وجهه نظر استفزاز جامد مهما كانت الامور. لا 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 معلش انت مسؤول. لا لا هو طب انت ليه بتقول على حسين الشحات مثلا؟ ما انا اول واحد قلت ان هو مش غلطان، ان هو غلطان. لا انا اول واحد قلت ان على الرغم ان هو تعرض وانت عارف وانا عارف، انا طبعا عارف بالاسم وايه اللي حصل، وانا عارف لا بالاسم. انا عارف الجمله اللي اتقالت واتقالت لعلي معلول في الامارات بالظبط كده، واتقالت لعلي معلول في الامارات. فانت ليه هنا بتقول كده وهنا؟ لا الاستفزاز لا، انت طالما قبلت ان تكون في هذا الموقف وفي العمل العام وممثل لهذه. على فكره انا مش بتكلم على الواقعه دي، انا بقول لك بس لا انا بتكلم على الواقعه دي تحديدا. لا انا بتكلم ان في ناس والله العظيم بتبقى صعبه جدا. على فكره الراجل ده الحاج محمد الوفا من افضل الناس اللي اتعامل معاها في حياتك. انا والله ما ليه علاقه شخصيه جدا. والله ما ليه علاقه شخصيه. لا انا ما انا بس عرفت. انا بتكلم على جزئيه ان في ناس، انا بتكلم ان الواقعه حصلت. انا ما والله ما ولا تجمعني باي علاقه، بس انا بتكلم من واقع ان في ناس بتستفز، زي واقعه علي معلول في الامارات، وزي واقعه اللي حصل مع حسين الشحات. ايه اللي حصل مع علي معلول؟ علي معلول اتقال له جمله من نفس اللاعب. لا مش قصدي علي مسك نفسه. تفضل حسين غلط، فكلنا كلنا زعلنا من حسين. قلت له وبعدين طبيعي ايه؟ ده طلع اعتذر وده الكلام اللي انا بقوله. انما عندما يكون يعني مثلا النهارده، ما هو من ضمن الحاجات برضو وانا اتكلمت حتى فيها في البدايه، هو الناس اللي كانت طالعه تتشدق بالمبادئ ويسالك يقول لك انت ما اتسالتش السؤال ده كاهلاوي، يقول لك هو فين اخلاقكم؟ فين مبادئكم؟ شفتوا حسين الشحات عمل ايه؟ طب النهارده حصل ايه؟ هجوم في مباراه جدا، غير الاعتراضات والضرب بالبوكس خناقات وحاجات كتير، يقول لك انتوا عايزين تتغلبوا للحكام وللحكم وبتاع. هل حد اتكلم؟ هل حد بادر بالعقاب؟ هل حد بادر من النادي اللي هناك؟ حد بادر بالعقاب؟ حد طلع من كل الاساتذه الاعلاميين الكبار الاصدقاء كل حاجه انتقد ما حدث وقال ان اللي حصل ده قد يسيء للعلاقات المصريه السعوديه ولا المصريه اللي كانوا بيلعبوا مين؟ ما حدش هيقول السعودي هتلقى عليه فيعني. لكن النادي الاهلي يقول لك مع النادي الاهلي يا كابتن كان اول قرار ليه خصم من اللعيب قبل ما اللعيب اصلا لسه مخلص يروح قبل ما اللعيب يعني قبل ما يتعرف ايه اللي حصل. لما رئيس النادي شاف ان القصم زادت اكتر زادت اكتر كابتن محمود الخطيب اللائحه لا تمنح كابتن سعد الحفيظ في البند ده ان يغرم اكتر من كده ويضاعف. فلجنه التخطيط رجع لها القرار، لجنه التخطيط لا شافت ان دي مبادئ النادي الاهلي. انتوا بتتكلموا عن المبادئ، هي دي مبادئ النادي الاهلي. ده اللي انا بتكلم فيه يا استاذ عبد الحكيم، ما هو ده اللي انا بتكلم فيه. كابتن انت قلت كلمه كويسه جدا. كيف يحدث ذلك واحنا لغايه دلوقتي انا يعني انا ما فتحتش السوشيال ميديا لغايه دلوقتي، ولكن انا متاكد ان الموضوع هيلم. ولكن هي الواقعه اللي ظهرت في التلفزيون بس يا كابتن، الواقعه الثانيه اللي ما اتقالتش. انا كمان بقول لك بقى اللي ظهرت في التلفزيون بس، ماليش دعوه باللي ما ظهرش، انا بكلمك على اللي ظهر في التلفزيون فقط. ده حصل ده فعلا النهارده. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل، لانه مهم جدا اللي انا السؤال اللي قادم ده، لماذا الغي منتخب قال عشان بفكر في منتخب مصر وفي فيتوريا، لماذا تم تأجيل مباراة أو مؤتمر بيريرا؟ وهل بالفعل طلب تغيير بعض أعضاء اللجنة؟ أنا ما عنديش معلومة في أنه طلب تغيير اللجنة، بس المعلومة اللي عندي أنه هو تم التأجيل لحين نهاية من الموسم بالكامل. دي المعلومة اللي عندي، ما عنديش معلومة مثلا أكتر من جزئية أنه هو في ماتش فاضل. تمام، وانا ده كان خوفا من الجمعيه العموميه واللي هيحصل والكلام ده. لا مش الجمعيه العموميه، هو القصه كلها ان بعد اذنك طبعا استاذ حكيم، هو اللي كان يعني هو كان خلاص المؤتمر يوم الاثنين، الراجل كان هيعلن فيه ان هو الفتره الجايه هو المسؤول بقى عن التعيينات، عكس المؤتمر الصحفي اللي قبل كده قال فيه قالها رسمي، قال انا بره موضوع التعيينات، اللجنه كابتن محمد فاروق وتوفيق السيد وابو العيله وكل الناس اللي موجوده معايا في اللجنه هم المسؤولين عن قصه تعيينات الحكام، انا لسه جاي وبشوف وبستكشف، ولكن من السنه الجديده الراجل كان هيعلن بقى ان هو المسؤول الاول والاخير عن التحكيم المصري، وان هو خلاص خد قراءه، كان هيعلن عن معسكرات للحكام، كان هيعلن عن خطه كده برزنتيشن كان هيعرضه على اللعيبه الحكام اللي هتطلع الفتره الجايه. ولكن خلينا واضحين مع بعض، واتكلمت كتير جدا مع بعض الحكام، في حكام غضبانه طبعا بقى لها 10 سنين ما بتاخدش مستحقات، مش هم الحكام اللي حضرتك بتشوفهم في الدوري الممتاز، مش البنا مش امين، اللي هم الحكام بتوع الدرجه الثانيه والحكام دي كلها بيروحوا بره بياخد 5 7000 دولار في الماتش، فهو حتى لو ما بياخدش هنا بياخد بره. الحكام اللي بينزلوا درجه ثانيه دول عددهم اكيد ومحتاجين اكيد فلوس، انت بتتكلم في 10 شهور برده، 10 شهور ده كتير جدا.
وهم كانوا بيدعوا كده في الجروبات الخاصه بتاعتهم، طب يا جماعه خلاص طالما في مؤتمر صحفي طب ما احنا نروح نقول للناس ان احنا لينا فلوس ونقول الحاجات، لان في كذا وعد طبعا بصرف المستحقات وما تمتش. ولكن ما علمته خلال الساعات اللي فاتت ان يعني خلاص تم وعدهم ان هم هيتم صرف المستحقات خلال الاسبوع اللي جاي ده، ولكن مش كلها، هيتم صرف جزء كبير منها وجزء كويس منها للحكام يعني بطريقه اليوم على طول تريحهم يعني، وتخلي الدنيا ممكن تكون هاديه شويه، بعد كده يتم صرف الباقي. وقعد مجموعه منهم مع بعض اعضاء اتحاد الكوره عشان يتكلموا معاهم بحته المستحقات وان احنا عاوزين نصرف لكم. الحته الثانيه بتاعت التغييرات بتاعت لجنه الحكام، اه دي حقيقه. والراجل مش قصه ان الراجل اللي طالب، هو طبيعي جدا يا كابتن بعد كل موسم في بعض اللي هم اللجنه بتستقيل، انت عايز تجدد فيها الثقه كاتحاد كوره وكرئيس اللجنه تمام، مش عاوز تجدد الثقه فيها ما فيش مشكله. ولكن طبيعي مع الواحد بيشوف حاجات يعني، ولكن ما علمته يعني ان في ترشيح دلوقتي خلاص يعني بيتم، يعني مش جوه اتحاد الكوره، بيتم كده بين مقربين من الحكام والراجل بريرا وبتاع. انا شايفه على السوشيال ميديا جهاد جريشه، وانا تواصلت مع جهاد جريشه بيتقال كده والله ربنا يستر. انا تواصلت معاه، ادينا هنشوف، تواصلت معاه والراجل قال لي ما فيش حد يكلمني رسمي. الجون بتاع الاهلي بيبقى جون صحيح، يطلع يقول لك جون مش صحيح. طب هتجاوبنا بس ما كلمت معاه، قال لي انا لسه ما فيش حد يكلمني رسمي، بس انا موافق طبيعي اشتغل. يعني هو مش رافض انه يبقى راجل تاني، مش موافق ان هو يكون موجود في لجنه الحكام. مين الاقرب للرحيل؟ اللي برضو عرفته انه ممكن يبقى كابتن توفيق السيد، هو اللي ممكن يرحل عن اللجنه خلال الفتره الجايه ويكون موجود. ممكن نشوف جهاد جريشه، ممكن ما نشوفوش، ممكن نشوف وجه تاني ممكن. ولكن ما علمته ان سمير عثمان مش هيقبل انه يكون بعد بريرا. دي القصه بتاعت التغييرات لسه ما تمتش بشكل نهائي، ولكن في تغييرات هتبقى في لجنه الحكام اعتقد يعني خلال الاسبوعين اللي جايين يعني. طيب اخيرا، هل يعني دوري المحترفين هيقام؟ هيقام. هل موضوع اتحاد الكره مع الانديه هينتهي؟ في الجمعيه العموميه والكلام ده اعتقد هينتهي. هيكلموا معاهم في الرعايه وهينتهي، هياكدوا لهم قصه الرعايه. والانديه خلي بالك يا كابتن برضه ابتدت دلوقتي في انديه من اللي كانت رافضه ابتدت ترجع خلاص. اللي بيحصل النهارده وجودهم في الفندق والكلام ده كله، بص هياخد بكره ازمه بكره وهتعدي. بس دوري المحترفين انا قلت لك من الحلقه اللي قبل عدت ده هيطبق يقين، مفيش تروع فيه تحت اي ظرف من الظروف، والناس شغاله في سكه خلاص. يبقى هيتم تطبيق دوري المحترفين بالظبط، سيتم حل مشكله اتحاد الكوره. بيني وبينك انا وجهه نظري، لو اتحاد الكوره اصر على هذا الامر شابو كبير جدا 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 يستحقه اتحاد كرة القدم في هذه الحالة، ونقعد نشيد بيه لسنة قدام بصراحة. أنا شايف لأنه لو عمل بس دي أول خطوة، بس عشان ما نوقفش طبعا. لا لا طبعا احنا بنشيد لحد هنا، لا لا طبعا، بس في خطوات تانية. الخطوة التانية بقى ان انت تعمل بقى بلان ان انت تخفض انديه الدوري وتكبر زي ما انت عايز. هو انت بتعمل دوري محترفين ليه؟ المفروض عشان كده بقى انت بتعمل دوري محترفين، ده خطوه اولى. الخطوه الثانيه تخفيض دوري الممتاز الى 14 نادي. حلو، ما هو ده لازم، 12 ده لازم تريحك بعدين مباشره. ما ده لازم مباشره على طول، مجرد ما تنطلق تعمل جامعه وتعرض الكلام ده عليه. ما هي القصه مش انك تقف عندك الستيب دي وشكرا، لا انت المفروض اللي بعدها على طول مباشره اضرب على الحدود وسط. ايوه هتجد، لا هتجد دوري قوي. تخيل انت من 18 بلاش 12 تنزل 14 حتى او يعني 14 نادي كويس جدا، وتعمل تحت على فكره 24 دوري محترفين مش مشكله. بالظبط كده، لان انت دول مش هيوقفوا ولا بطوله تمام ولا عندهم اجنده اهلي ولا زمان دول شغالين. وممكن على فكره حتى لو عملتهم 24 تلعب خميس وجمعه بس اللي هي وقت الاجازات للناس، وهتلاقي مساحه من الوقت وهتفيدك، هتلاقي توسيع قاعده اللاعبين، مساحه من الوقت حتى للبث في التلفزيون الناس تتفرج. وغير كده المنتخب المحلي انت بتعمله، لو انت اتفرجت على الماتشات دي هتطلع منه على الاقل خمس ست لعيبه. صحيح، يعني منتخب محلي انت هتشكله تطلع منه من خمسه لثمان لعيبه من الانديه دي. عموما اتمنى ان كل هذه الامور تنتهي في اتحاد كره القدم، لانه كره القدم المصريه تستحق مسرحيه فعلا. مسرحيه، هي مسرحيه. كرة القدم المسرحية كمان تستحق أفضل من كده بكتير إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية. وإن شاء الله يكون لو تم تطبيق دوري المحترفين تكون بداية جيدة لما هو قادم إن شاء الله، والأفضل دائما لكرة القدم المصرية. بشكرك أستاذ عبد الحكيم، شكرا على وجودك معنا، شكرا جزيلا. بشكرك أستاذ على وجودك معنا، شكرا جزيلا. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، وإن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.